أنا بدأت أكتب الشعر من سن صغير، يعني في مرحلة الصف الثامن أو السابع الإعدادي المتوسط يعني، وكان في تحفظات على بعض الأبيات يعني عجيب. حتى كنت يعني شوية أخشى أن أنا أفصح، يعني هي رغبة كتابة وكتبت وطلع معي بس أفصح شوية. وبعدين ألاحظ كل ما تتقدم الأيام وكل ما تتطور خلاص أصبحت الجرأة ومع التمكين ومع ترى دائما يقولون ما لا يفعلون يعني أحيانا ألاحظ بعض الأبيات أن منو تقصدين، منو موجهة لمنو أو مكلمة لمنو، والله بالله أحيانا نطيح القلم في يدي بس أكتب. أحيانا نكون في دورة أو في مؤتمر يعني أسترق هاي الخمسة والسبع دقائق أكتشف أن أنا كتبت ثلاث أربع أبيات ما شاء الله يتبعهم الغاوون. وانت عندك النظم في الشعر كيف تاخذينه على مدارس معينه على اوزان معينه؟ شوف حقيقه انا كطفل يعني ربيت في بيت يعني متذوق ادبي نبطي جدتي الله يحفظها على اي موقف تعطيك بيت ترتجل او ترتجل او تحفظ وعندها تاريخ من الشاعرات القديمات اللي يتبعون لمناطق اللي هي يعني ما بعد حتى والحويلات والنصلة وهذه الأماكن وعندها تاريخ لكن أيوة مناطق الحيرة وبس مع الكبر الله يحفظها شوي يعني قامت تنسى. من طفولتي وإحنا ما عدنا غير الله يحفظه أبو سعود شاعرنا راشد إشرار ونجلس على مجالس الشعرة ما في إنترنت وما في قنوات فضائية فهذا شغال معانا شغال على طول.